Ahmed Diya, Computer Engineering DEC, sophomore. I went to Microsoft for an internship over the summer. أنا شفت ال this idea جديدة دي it's very useful. Like I have encountered مشكلة دي كتير حتى في الشغل عندي إن في حاجات كتير لما حاجة بيحصل لها corruption أو لما data بتضيع مني بيبقى صعب إن أنا أرجعها بيبقى صعب إن أنا reconfigure السيستمز بتاعتي تاني من الأول. موضوع الكونفجريشن عامة أكتر حاجة مقرفة يعني الواحد يخلي حاجة ثابتة عنده على طول من دوت ماي بيرفكت ستيت وأفضل أرجع لها في أي وقت this is perfect إن أنا أفضل أريكونفجر أي حاجة بعد ما أبوظ ده أكتر حاجة بينفل ممكن أي حد يشوفها يعني فكرة إن أنا لقيت حاجة أخيرا إن أنا أقدر أرجع للستيت اللي أنا بحبها ذا ورك سبيس اللي أنا لاف تو ورك أون دي حاجة انجينيوس جدا فكرة المالتي لاير فايل سيستم it's very ingenious very new and very unique شكرا